السلام عليكم، مساء الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما خرجنا، ما مشينا فين، حيت عيينا البارح. سخت خاتني حسنه، جرجراتني في ديك القيصريه، والله ما نعاود لكمش. والله الا رجليا رجليا الليل كامل ما كيمطروا عليا، ولكن كانت خرجه مزيانه. حتى انا فرصه يعني مشيت عرفت هذاك القيصريه، داك السوق، ولكن والله الا عرفتو واش بحالاش. راه شفتو السوق ديال بالنسبه للناس ديال كازا، صحاباتي اللي في كازا، داكشي غيعرفوه كي داير. السوق ديال الاربعة اللي كان كيجي من الاربعة للاربعة بحال هكاك، غير هذاك هذا زايدين فيه الحوانت، ولكن فيه الناس حاطين هكايا في الطوابل وداكشي، فيه كل شيء. وجي حاجات ما اول مره انا كنشوفهم، ودرنا خدينا شحال من حاجه زوينه زعما، كاين يعني عجباتنا. حسنا جابا قالت لك باغا تدي الباروك من الرياض، تقول لي غتجيبو من شي بلاد اخرى ورا نفس المدينه. المهم حسنا خدات، بعدا نقول لكم الاهم من هذا الشيء كامل، الباسبور طابل باركه مسعوده. بعدا قلت لها انا شحال انا في الرياض ما لقيت شي حاجه، ولكن زارها ما كاين مشكل بصحتها. لقات ايفون واعر، ما عرفتيش اشنو هو هذاك؟ اش من ايفون؟ هذا واقيلا الايفون 8 الأونز. الأونز ايوا هو مطفي، ما بغات، حيت هو الايفون راكم عارفين الا مطفي ما كيتشعل الا بالبصمه، ولا كاين كيديروا ليه الكود ديالو، يعني ما يحلو حتى واحد. ايوا مني قالت حجه وحاجه، درنا زعما بقينا كندورو، ربما يبان مولاه ولا شي حاجه، ما بان لينا حد. قلت ليها هذا من نصيبك، كون بان غادي تعطيه لي. ايوا وحطيناه باش تحلو عند مول التليفونات تما كاين، ودار معاه حتى يومين، حيت هو هذاك الايفون كيبغي شويه الوقت معاك، خاصه برمجه ولا شنو ما عرفتش انايا. المهم شريت، خدات بخور، خدات هذاك ديال الشعار، خدات ريحه، وري حسنا سميتها هذا الملكي. هذا بلاده، هذا كسره عود، هذا غزاله، هذا كسره عود. اي جربنا منه البارح منين جينا، خمنا منه. هذا عود زوين فن. اش سميته؟ كسره عود. كسره عود، لا حتى قال لنا شي سميه اخرى. المهم هذا وواحد اخر خدينا من عند العيالات، كيصوبوه هما بحال هما بحال البدويات، كيديروا كيصوبوا عليه يديهم. هذا سميتو الدوساري، معمول الدوساري. هذا سميتو معمول الدوساري، ولكن زوينه ريحته كتبقى في الدار، فن ديال الدار. وخدات هذاك ديال الشعر، وريني ديال الشعر حسنا. لا عطر ديال الشعر حتى هو واعر فن. حلو نشوفو، وري هكا باكي ديال شو نشوفو، ربما يبغيو شي حد يبغي يشري. هبطي هكا، ايوا هو هذا عنبر وعود. حلي من الاجمل هو هذه من هذاك المحل سميتو اجمل. هاو هذا هو عندهم داكشي زوين صراحه، عندهم زوين يعني. غتبغي تشري حاجه ويعجبك كل شيء. المهم الاحسن احسن ما في الموضوع هو لقات، قالت لك وكانت شحال هذه كتقول لراجلها عافاك الا بشري لي هذاك الايفون اللي هي اللي طلقات. هي في الحقيقه، هي في الحقيقه خاصنا نتقاسموا بجوج. هذا هو اللي قلت لكم، العطر اللي خدات ديال الشعر، ريحته زوينه فنه خفيفه، ولكن ماشي عود داك العود القاصح، لا كتبقى زوينه في الشعر. ايوا هو قلت ليها راه خاصنا نقسمو نورمالمون، يعني ماشي غنتاخد تلقايتي الحاجه حنا بجوج بينا. قالت لي يا اختي اللي بالك بابا نبيعو نقسمو. قلت لها صافي، ملي قلتي هكاك عرف صحتك ما كاين حتى شي مشكل. ايوا حبيبتي قولي شي حاجه للدريات، اشنو بغيتي تعاودي ليهم، اش بغيتي تقولي لهم؟ وبلاتي نقول لكم واحد الحاجه، راه شتا بحال اللي حشمانه هي، بعدا راه ما تتحشمش، ما عندهاش علاش تحشم، مع بوغ دو ديغ يعني، ما لسانها مبري منا وانا طايح ليا العجب فيها. كنقول للمشاهدين والناس اللي معانا، مرحبا بكم في جده عند صاحبتي عائشه في الرياض. والله زعما ملي تمشي لجده تمشي عندها انا، جيو عندي مرحبا بكم، واللي بغى يجي مرحبا به. بارك الله فيك. صحاباتنا وحباباتنا راه ما كيجي عندك الا الناس اللي كيبغيوك. مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا لله خطيك، بارك الله فيك. يلا كويز ديال اتاي، نقول لكم مرحبا بكم.
واخا حنا هذا زعما راه ديال كاس داتاي ديال العصر وراك عرفتو يلاه ديري اتاي تبقاي اجي يا حسني اجي بلاتي وهي شاده التليفون زعما انا كرهت التليفون صراحه منين جات وهي شاده التليفون انا قلت لكم هذه الحاجه واخا ما غتبغينيش نقولها ولكن عادي ما كاين مشكل نتوما ديالنا شوفوكم بخير وعلى خير ان شاء الله وقبلوا علينا.